بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أقدم في هذا الفيديو نصائح للذين يجتازون الفرض الإلكتروني الحضوري للمراسلة 2020. كما نعلم جميعا أن نتائج الفرض الإلكتروني تم عرضها على الموقع، وهناك أشخاص قد نجحوا في الفرض الإلكتروني أو نجحوا في المراسلة، مبارك عليهم. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم ينجحوا في الفرض الإلكتروني، عند الدخول إلى موقع استظهار النتائج تظهر لهم مثل هذه الرسالة، إما أن هناك خطأ أو أنهم لم يجتازوا 4 مواد كاملة، أجتازوا أقل من 4 مواد. طبعا كل شخص ظهرت له لقد اجتزت أقل من 4 مواد، يستوجب عليه أو يتوجب عليه استخراج الاستدعاء بأسرع وقت ممكن، والتوجه إلى المركز الذي يكتب في الاستدعاء، وبعد توجهه للمركز للقيام بهذا الفرض الإلكتروني حضوريا. طبعا كل شخص يشاهد هذا الفيديو فليخبر أصدقائه الذين من المراسلة، فالوقت ضيق جدا للأشخاص الذين لديهم ظروف خاصة أو أنهم قاموا بأقل من 4 مواد ولم تظهر لهم نتيجتهم، يستوجب منهم استخراج الاستدعاء والتوجه إلى مركز هذا الإجراء، ومن ثم إجراء هذا الفرض الإلكتروني. طبعا بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع، سوف أضع لكم رابط الموقع الخاص بنتيجة المراسلة. طبعا هذا الموقع سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو، وكذلك سوف أضع لكم رابط الاستدعاء أو استخراج الاستدعاء الخاص بالفرض الإلكتروني الحضوري، وهو هذا الموقع. طبعا سوف أقوم في هذا الفيديو بتوجيه بعض النصائح للأشخاص الذين يجتازون الفرض الإلكتروني الحضوري. بالنسبة للأشخاص الذين يجتازون الفرض الإلكتروني الحضوري، وكما ذكرت المعنيين بالأمر هم الذين لهم ظروف وتم لهم ظروف خاصة أو ظروف استثنائية، وسوف يجتازون الفرض الإلكتروني. أما بالنسبة للفئة الثانية ألا وهي الأشخاص أو المتعلمين الذين ظهرت لهم رسالة، إما أن هناك خطأ أو أنهم لم يجتازوا 4 مواد كاملة أو اجتازوا أقل من 4 مواد. سوف أبدأ بهذه النصائح، ورجاء رجاء كما ذكرت من يشاهد هذا الفيديو فليخبر أصدقائه الذين بالمراسلة، فالوقت ضيق وليس في صالح الجميع. طبعا اجتياز اختبار او فرض الفرض الالكتروني الحضوري طبعا وهو محدد بوقت، وقد بدأت بعمليات الفرض الالكتروني، فهي تبدأ من 10 او 11 اكتوبر الى 25 اكتوبر. رجاء من لديه صديق او لديه قريب فليخبره بهذا الموضوع ويخبره بهذا الامر، جزاكم الله خيرا. فلنبدأ في الشرح. اول شيء، عند استخراجك للاستدعاء يجب عليك طباعة هذا الاستدعاء. بعد طباعتك للاستدعاء أول شيء تقوم به هو قراءة المعلومات بعناية التي هي في الاستدعاء والتي أنا سوف أقوم بشرحها الآن. بالنسبة إلى الذهاب إلى المركز، يجب عليك أن تأخذ معك الاستدعاء زائد بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الهوية كي تتمكن من الدخول. بالنسبة إلى الاستدعاء كذلك، عندما تقوم بطباعة الاستدعاء، فالاستدعاء يحوي أو به المؤسسة التي تقوم بالتوجه إليها من أجل أن تقوم بالفرض الإلكتروني الحضوري 2020، وعليه يجب عليك معرفة هذه المؤسسة قبل يوم الفرض الإلكتروني. لا تدع نفسك في موقف محرج وفي يوم الفرض الإلكتروني تقوم بالبحث عن المدرسة أين هي. طبعا سوف يفوتك إن صح التعبير الوقت. نعم، وعليه فإنك يجب عليك أن تعرف
مكان هذا المركز، ويجب عليك يوم الفرض الإلكتروني الحضوري أن تذهب قبل ربع ساعة من الوقت، بمعنى أنك سوف تصل إلى المركز قبل ربع ساعة من هذا الوقت، قبل ربع ساعة يجدك أمام أو في المركز. ولا تنسى كما ذكرت شهادة الاستدعاء عفوا، وبطاقة التعريف الوطنية. فيما يتعلق بالإجراء، يجب عليك اجتياز المواد، كل مادة لها وقت، ويجب عليك أن تحترم كل وقت خاص بالمادة. انتهى الوقت الخاص بالمادة الأولى، تنتقل مباشرة إلى المادة الثانية حتى لا تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون في الفرض الإلكتروني الذي قاموا به في الإنترنت. عندما ينتهي الوقت من المادة الأولى، انتقل للمادة الثانية حتى يكفيك الوقت، وتقوم بإجراء جميع المواد الخاصة بالفرض الإلكتروني، ولا تقع في نفس المشكل الذي وقع فيه الكثيرون، ألا وهو اجتياز أقل من 4 مواد في الفرض الإلكتروني، حتى لا يتكرر ذلك في الفرض الإلكتروني الحضوري. بالنسبة إلى الهاتف النقال، لا تقوم بالتوجه إلى المركز ومعك هاتف نقال أو جهاز لوحي أو طابلات، طبعا لكي لا يظن أنك تغش، وأصلا هذه المعلومات متواجدة في الاستدعاء ويحذرون بشكل كبير. فلا تحرم نفسك من الفرض الإلكتروني الحضوري، وهي فرصة ثمينة لك. نأتي الآن إلى آخر نقطة، ألا وهي المتعلقة بالأمور الصحية، وهي التقيد بإحضار الكمامة. يجب عليك إجبارا أن تأخذ كمامتك معك، ولا تذهب بدون كمامة، حتى وإن كان قصدك أن تقوم بشراء الكمامة بجوار المركز. لا، يجب عليك أن تأخذ كمامتك معك. الكمامة إجبارية، وقد تمنع من الدخول بسبب هذه الكمامة، يجب عليك أن تأخذ الكمامة وتتوجه إلى المركز، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تتوفق وتنجح في الفرض الإلكتروني الحضوري. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، وأتمنى التوفيق والخير لكل الناس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.